أول ما حكيت وياي قلتي مريضة، وهذا المرض ما يعرفه حتى أمي، بس الطبيب اللي عالجني وأني. شرحي لنا هذا المرض شنو، ومن شو وقت بدا وياك، من أي عمر؟ صحيح، بالبداية قلت لك أني مريضة، فحكي لك قصة مرضي قبل طلاقي. من كنت عمري 14 سنة أسمع صوت، يعني مثلاً أني بالغرفة أقول أطلع أقولها ماما صحتيني، قالت لا ماما ما صحتي. وأنا سمع الصوت يعني واحد يصيح اسمي، أو أني فوق السطح أنزل أقولها ماما هواي عليت التلفزيون، التلفزيون عالي. قالت ماما ماكو تلفزيون، ما مشغلينه إحنا. أو إذا تعارك ويا أختي، أختي يعني شوية أصغر مني، كوشي يقول لي ضربيها فأضربها. أنا حس الموضوع يعني عادي، يعني ما يعني شون عبالي أحد وراي يقول لي ضربيها، أو مثلا جيران يعني. وكان عندي دائما يصير عندي راسي يوجعني، فقلت لماما خذتني المركز الصحي بالمنطقة مالتنا، قالوا خف عندك ضعف بالنظر، فحصنا نظر ماكو مشكلة بالنظر. قالت خاف عندك يعني صداع يصير، فلاون زي شي، أخذي براسي تول، اعطوني علاج ورحنا رجعنا للبيت. بس أنا هاي دائما تصير، ودائما أفكر يعني إذا بابا مثلا صيح علينا أظل أفكر وأقول بابا ما يحبنا، وبابا ما أدري شنو، ولو أحد يضرب بابا حتى بابا يظل ما يحكي علينا وما يضربنا. بس ما أعرف يعني شنو السبب. بس أنا جاي أحكيين هسه إليك، بس بوقتها ما كنت أعرف إنه هاي الأشياء إنسان جاي تعالج. يعني هسه فهمت الوضع. بالذات موضوع سماع الأصوات هو يسمى في أحيان معينة بالهلاوس، وبالذات الهلاوس السمعية، وهي سماع أصوات غير موجودة أساساً ولا أساس لها من الصحة. يعني المريض تنشأ من داخل دماغه أصوات معينة، وعادة تكون أصوات أشخاص بطريقة معينة يسمعها المريض، كأنما تعلق على تصرفاته، أو اثنين يعلقون على تصرفاته، أو أوامر تجي من خلال هذه الأصوات اللي يسمعها، وهذه هي تصب في مسار المرض النفسي. هذه الهلاوس السمعية اللي هي جزء من مجموعة أنواع من الهلاوس، اللي هي قد تكون هلاوس بصرية، هلاوس ذوقية، هلاوس حسية، لكن الهلاوس السمعية اللي هو السؤال حضرتك على الموضوع هي جزء من مرض الفصام، اللي هو يسمى باللغة الإنجليزية الشيزوفرينيا. فواحد من مكونات مرض الفصام هو الهلاوس، وبالذات الهلاوس السمعية اللي هي أكثر شيوعا. احكي لنا بعد الزواج، من تزوجتي علاقتك بزوجك وعلاقتك بعيالك؟ بقيت هاي وضعي، صار عمري 16 سنة. شفت يعني أنا مو بالمدرسة، تاركة المدرسة، شفت يعني كل البنات يعني بعمري وبالبيت تتزوج، وقاربنا نروح لهم مثلا دا يتزوجون. وهاي قلت يا ماما ليش ما تزوجت لي؟ ماما انت بعدش صغيرة. قلت لا ماما، عندها تقدم لأحد أنا أتزوج. قالت يعني ما عندك مشكلة؟ ماشي أقول لأبوك. فورا فترة يعني تقدم ولدي يعني ويا بابا، يعني هو بس هم دائما يعني يجون أصدقاء أو هذه، فقال لي إنه عندك يعني مرة الفلان، فقال إيه عدي مو مشكلة بنتي موجودة. فتزوجت يعني أنا زواجي ويا عيال وقاعدة وياهم غرفة، فتزوجت يعني 10 سنوات. صار عندي 3 أطفال، 2 دخلوا المدرسة وواحد بالروضة. فخلال هاي يعني عشت ويا عيالي دائما تصير مشاكل بيني وبين عمتي، أحسها عدوتي عمتي،
يعني أحس دائما شيء يقول لي هي ما تريدك، هي ما تحبك، هي ما، فدائما عمتي هي العدوة مالتي. مرض الفصام الحقيقة هو واحد من أهم الأمراض النفسية اللي منتشرة على مدى العالم. نسبة انتشاره 1% من البشر، يعني من كل 100 شخص يصير واحد بكل مكانات أو بكل نواحي الكرة الأرضية. ما له علاقة لا بالجنس ولا بالجو ولا بالمناطق ولا بالقارات، كل مناطق العالم يصير بها تقريبا نفس النسبة. العمر اللي يصير بهذا هو المرض يتراوح بين عمر 16 سنة إلى 25 سنة يبدأ. هذا نوع من أنواع الفصام، هو الحقيقة أكثر من نوع من الفصام، لكن هو النوع الرئيسي أو الشائع هو يصير بين عمر 16 إلى 25 سنة. الأسباب اللي تصير يعني يسببها هذا المرض هو أو تسبب هذا المرض هي إما أسباب وراثية وإما أسباب بيئية. الأسباب الوراثية قد يكون المريض مصاب أو يعني لديه تاريخ عائلي مرضي من عائلة أمه أو عائلة أبوه، مثلا عمة، خالة، جدة، الثالث، الرابع، ممكن ينتقل بالوراثة هذا المرض ويصيب جزء من أفراد العائلة. الأسباب الأخرى الأسباب البيئية اللي هي المريض أساسا مهيئ للمرض، كان يكون عنده شخصية مريضة أو يكون هو مار بظروف سيئة جدا أثناء الطفولة ويمر بظروف أسوأ أثناء فترة المراهقة وفترة البلوغ، وبالتالي يعني يصاب بهذا المرض. فأسباب إذن وراثية وبيئية. وزوجي طبعا هاي الأشياء من يجي للبيت أنا أقول له هيك صار هيك صار، يعني هو يضوج وينقهر، بس أنا أحبه، يعني خوش إنسان يعني أحبه، بس مشاكلي ويا عمتي هي كانت تأثر عليه دائما، يعني يقول لي أنت راح تموتين أمي من القهر أنت، أقول له أنا ما مسوية شيء، هي اللي تضوجني، هي مثلا حسب المشكلة اليوم شنو صارت، مثلا على الملابس، على الغسالة، على المطبخ، شكو شيء يعني أشتغل بالبيت وأصير مشكلة، أو بعد من جو الأطفال يعني على الأطفال إذا تصير بيناتنا، يعني حتى هي لو عمتي مثل ما حاجي أنا يعني أسمع صوتها شلون تصيح على الجهال، أجي أتعارك وياها تقول لي أنا ما مصيحة عليهم، فأني ما أدري، أنا يعني أقول لها لا أنت صيحتي وأنا أسمع صوتك. فأي هذا كله تنقله لزوجي، ومن يجي همين أقول له أنا نفس المشكلة. آخر فترات يعني آخر 3 سنوات زوجي حسه أنا كلش أحبه ومتعلقة بي، يعني ما يصير بيني وبين عمتي أو عيالي يعني هو أحبه، يعني ما عندي مشكلة وياه. شفت هاي السنوات الأخيرة حسيته ابتعد عني، يعني حسيته بارد يعني بتصرفاته بكلامه، وظليت أشك، ضليت أشك، أبوع تليفونه أراقبه شو كنت يطلع من الواتساب، شو كنت يدخل الفايبر، الماسنجر، شنو ضاف من صديقات، شنو وكلهن أدخل عليهن وأحكي وياهن وأنت منو شو تصير لي. فصارت له هو مشاكل حتى الويا بالدوام، قالوا له هيجي فيجي يقول لي قلت ليش تحكين ويا فلانة، هاي مجرد زميلة، أقول له أحذفهن ما أريد أحد أضيفها، هو يحذف. بس نفس الوقت أنا شاكة إنه أكو شيء، فدائما صوتي يقول لي إنه هو يخونني، يخونك. قلت له أنت تخونني، قال لا ماكو شيء شيء، أنت شو تريدين أنا أوفر ليك، ماكو أنا أحبك وما عندي مشكلة، بس أنا بنفس الوقت يعني هذا أكو صوتي يقول لي إنه يخونني، بس يعني أنا ما رو أعرف زوجي، يعني أعرفه أنه هو بارد وأنه أكو شيء. هو مثل ما قلنا أنه بين عمر 15 و16 سنة 25، مو شرط إلا يطلع بيوم يعني عمر يصير 16، ممكن يطلع بالعمر 22، ممكن يطلع بالعمر 25، وممكن أكو بعض الحالات تطلع بالثلاثينات بالأربعينات حتى في أواخر العمر. إذا ما يتعالج طبعا، إذا ما اكتشف المرض من قبل الأهل أو من قبل العائلة أو من قبل الناس المحيطين بهذا الشخص سواء في الوظيفة أو في البيت أو في المجتمع، طبعا تتفاقم حالته بالتأكيد. يعني تدرين هذا هواي من المرضى إحنا يجونا للعيادات أو للمستشفيات حالتهم ماشية متفاقمة لأسباب، أسباب من ضمنها أنه الناس ما تعرف شنو هذا المرض، يعني
تستغرب انه اكو عادات غريبه بدات عند ابنهم او بنتهم وما يعرفون شنو طبيعه هذا المرض، النوع هذا السبب الاول. السبب الثاني اكو ناس عندهم شعور بالعار او بالوصمه من المرض النفسي. يعني ابنه يوديه لطبيب انف واذن وحنجره، يوديه لطبيب باطنيه، يوديه لطبيب قلبيه، لكنه من يقولوا له طبيب نفسيه يشوفه عيب معيبه الا يوديه لطبيب نفسيه. هذه واحده من الاسباب اللي الناس ما تودي ولدها للطبيب. والثالث اللي هو الادويه. قسم الناس تخاف من الادويه النفسيه، تعتبرها ادويه تسبب الادمان، ولذلك الناس ما تتقرب على الادويه النفسيه. فالناس وين تتجه؟ تتجه الى المشايخ، تتجه الى الناس اللي يعني يسوون علاجات روحيه. فمعظم المرضى اللي موجودين في المنطقه العربيه او بالشرق بصوره عامه يتجهون للعلاجات الروحيه قبل العلاجات الطبيه، وهذه واحده طبعا من الاخطاء الشائعه في مجتمعنا. علاج يبدا من مراجعه الطبيب النفسي اولا، بعد استقرار التشخيص والثبات على المعلومات اللي تجي عن طريق المريض نفسه او عن طريق اهل المريض، ممكن انه يتعالج كعياده خارجيه، كفي عياده يعطى ادويه معينه ونشوف استجابه المريض. وهي ايضا تعتمد على حاله المريض، يعني قسم مرضى هادئين ومتعاونين وياخذون العلاج بانتظام، هذول بسهوله ممكن يطيبون بسهوله. لكن اكو مرضى يرفضون اخذ العلاج، اكو مرضى يتهربون من العلاج، او اكو مرضى متهيجين، اكو مرضى عدوانيين. هذول كلهم في هذه الحاله لا يمكن السيطره عليهم في عيادات خاصه وعيادات خارجيه، فيتطلب دخولهم مستشفى. بالاخير طلبت منا انه نطلع من البيت. كافي، صار 10 سنوات انا ويا عيالي وما قصرت. صح اكو مشاكل تصير، بس انا اريد اطلع، من حقي اطلع ببيت بوحدي. يعني طول هالسنوات قدره وضعه وهاي، فقلت له يعني خلال هاي الفتره تتجمع وهاي ونقدر نشتري لنا بيت. قال لي ايه نقدر، بس من يعني يوم شلنا قال لي كل شيء ماكو، حضري بس ملابسك وملابس الجهال وملابسي. قلت له زين شلون؟ الغرفه، غراضي، شراب الولد، يعني واي اشياء. قال لي عوفي، كل شيء عوفي، بس ملابسنا ونروح للشقه. قلت له ليش؟ قال انا الشقه اشتريتها واثثتها، بس تعال. عادي حضرت انا ورحت. رحت هناك شفتها حلوة، أثاث حلو زين. هو ايش قال؟ قال أني تعرفين يعني وضعي وأمي متعلقة بي وهاي، فأني مو كل رحبات يمكم أنتي ولدك، يعني هذا بالمدرسة صار وهاي الكبار، وهذا يعني كان بعمر يعني عمر سنتين ابني. فاني ايام ابات عند اهلي وايام يمك. اني باقي الشك قلت له لا انت خاف متزوج وتريد تروح. قال لي لا انا ما متزوج، ليش اتزوج؟ بس انا ابقى يم امي. راح يعني اول اسبوع لا يمي يعني بات. الاسبوع الثاني راح يوم، انا ما سالت لا خابرت عمتي ولا اهلي لعيالي يعني، فبات يعني قلت عادي يم عيالي. الأسبوع الثاني نفس الشيء، الثالث يروح ليوم أو يومين ما يبات يمنا. فأنا عمتي قاطعة بيها أصلاً، علاقتي بيها مو هالقد يعني، بس هي تتواصل يعني تخابر عليه. فمرة هي خابرت علي، هو المفروض يمهم، قالت شلون الجهال؟ أنا قلبي وجعني عليهم، مشتاقت لهم، صارت يعني 3 شهور، ليش ما تجيبيهم؟ قلت لها عمة أنت ما تحبينا، أنت ما تريدينا. قالت ليش ما أحبكم ماما؟ أنا أحبكم، حتى صار أسبوعين ما جاينا، يعني تقصد على زوجي، ما أقدر أقول لكم اسمه. قلت لها ليش؟ هو المفروض شنو اسبوعين؟ هو كل اسبوع بات يمكم يوم، المفروض هو بات يمكم. هي سكتت وتفاجئ، قالت ها زين يلا. خاف طلع
يلا تبني يصير عندك مجال هاي تعاي، وسدت التلفون. أنا تخبلت، ظليت أدق عليه أدق عليه ما يجاوبني. قلت هاي أكيد يعني أكيد ما بايت يمهم، لو متزوج لو شوف وين. عاد هو ما جاوبني. ثاني يوم من إجي قلت له هيك وهيك صار، أنت البارحة وين كنت؟ قال لي أنا الصراحة أنا ما أريد أدخل مشاكل وأنا تعبت، أنا صار لي 3 سنوات متزوج. عرفت بزواج زوجك وصارت هذه المشاكل ووصلتوا للطلاق، شنو اللي فاجئك؟ حصلتي كل حقوقك؟ فاجئني أنا انصدمت يعني، وانهارت وظليت أبكي وألطم، ويعني حالي يعني زوجي ومتزوج صار 3 سنوات وما أدري. خبرت على عمتي قالت لي أني مثلي مثلك ما أعرف، يعني أني هالسنة اتفاجئت. قلت له ليش ضام علينا وعلى أهلك؟ قال أنا تعبت منك ومن أهلي، وأنا دور راحتي، وأنا ما مقصر وياكم، خليكم ببيت وأنا من حقي أتزوج. أنا بهاي الحالة يعني هاي الوقت كله يعني ما ذكرت لك إنه هم تجيني وأسمع أصوات يعني، بس هنا أنا قلت لا أنا أريد يعني على مود أطفالي، وأنا كلش أحبه يعني زوجي ومتعلقة به. إلى حد معين هذا الكلام سليم، إلى حد معين ليس مطلق. هواية من المرضى، كثير من المرضى مالتنا يتصورون أن الناس أعداء لهم، يعني واحدة من النقاط الرئيسية في مرض الفصام أنه يتصور الناس أعداء له ضده، يحاولون يأذوه، يحاولون يسوون مؤامرات عليه، يحاولون يحطوا له سم بالأكل. هذه واحدة من الأسباب اللي هي غير حقيقية المريض يعتقد بها. من يعتقد بها المريض فيبدي يتصرف على ضوءها، يبدي يمارس سلوك عدائي ضد الناس الآخرين. ومن الـ يعني المعتاد أن نشوفه أنه هذا المريض يقوم يكره أقرب الناس له. فهذه واحدة من الشغلات، هذا سبب. السبب الثاني أنه فعلا هو أكو عداء يصير من قبل العائلة المحيطة بسبب عدم فهم هذه العائلة للمرض، لطبيعة المرض. لذلك يقولوا له أنه أنت مثخنها، أنت مزيد الموضوع، أنت ليش ما تتعاون ويانا، أنت دير بالك على نفسك، أنت المريض طبيب نفسه. هذا في كلام شاعد الناس، يقول المريض هو طبيب نفسه، أنت اطلع تونس، روح سولف، روح التقي بالآخرين. هذه مو هو هذا الحل الصحيح، هذا هو نتيجة جهل العائلة وجهل الناس المحيطين بالدواء. وهواية ناس يجون متطوعين، يجي يقول له انطيه أكل معين هسه يصير زين، شربة فلان شي يصير زين، ودي طلعة وانسى يصير زين. لا، هذا ليس كلام سليم في جميع الأمراض. فما قلت له عادي يبقى بوضعك وآني نبقى احنا نفس الشيء، تريد يعني تزوجتك عادي مو مشكله، انا احبك وهاي. قال انا هم بس تساعدين ولا تسوين مشاكل. قلت له ماشي. بقى هذا الفتره فتره 6 شهور، اشو خلال هاي الفتره 6 شهور هو قل ظل يعني مثلا 3 ايام يمي واربع ايام هناك، يعني قل مو مثل ما كان كنت ما أدري. هسه اليوم ما أدري هم أحسن. وهاي الفترة أنا ظلت تجيني يعني أفكار وتجيني أصوات، هذا ما يريدك، هاي زوجته تحرضك، يظل ما يحب أطفاله. حتى هو يتعاملون يعني من يجي مثلا أنا أخذ الجهال يعني أنيمهم أو شي، يقول لي ليش خلي أشوفهم. قلت له لا، أنت ما تحبهم، أنت تحب زوجتك، أنت هي مسيطرة عليك، أنت ما عندك شخصية. فظلت هاي المشاكل كل يومية، ظليت أغار وأني كلش متعلقة بي. فقال لي يا بنت الناس أنا إحنا ما راح نصفه هيجي، أنت شو تريدين بالنهاية؟ قلت له أنا أريدك إلي يعني وحدك. قال أنا صار عندي بنية من ذي زوجتي، شلون أعوفها؟ لا أعوفك ولا أعوفها. قلت له ماكو، لازم تعوف وحدة من يمنه. وخيرت أنا وبقيت ببيت، لهذا بيتي. قلت له ما أطلع من يمه. قال أنا ما أقدر يعني، ما أقدر يعني أتخير بيناتكم، أنت أبقى ببيتك وأني أبقى. أنا ظليت ألح وألح على أهلي، قلت لهم خلي يطلقني، ودائما أسمع صوتي يقول لي يطلقك أحسن، يطلقك أحسن.
قلت لهم خلي يطلقني، أنا ما أريد يعني من الشيء، بس خلي يطلقني وخلي ينطينا النفقة مالتنا والمؤخر مالتي، وهذا بيتي يبقى لي. فحكوا ويا أهلي ووصلوا الموضوع، قالوا يعني بعد هي ما تريدك طلقها ويبقون وتشوف جهالك من حرمك منهم، هي بعد برضعتها. أنا لا، قلت يعني أحرق قلبه، أحرم يعني أحرمه من الولد يعني. صار الطلاق، بس أنا يعني كلش يعني أبكي أبكي، لأن كلش أحبه ومتعلقة بي. أشو جانا يعني بيوم جانا رجال قال هذا بيتي، أنتوا ما أعطيتوا الإيجار. قلت له بيتك شنو؟ هذا بيتي. قال لي ايش تحكين، هذا بيتي وهذا اثاثي، وانت يعني انت مؤجره، زوجك كل شهر يعطينا الايجار. ابتداء لازم تقيم عليها دعوه جزائيه امام محكمه التحقيق، باعتبار هو احتال عليها على النصب باحتيال، وتتخذ المحكمه الاجراءات القانونيه وفق الماده 456 من قانون العقوبات. هذا موضوع عاقبه كعنصر جزائي لانه هو احتال عليها، اذا جرمت المحكمه واثبتت للمحكمه انه فعلا وكان محتال عليها واستخدم طرق احتيالية، راح يتعاقب وفق المادة المحال إليها، وتأخذ حكم قضائي عاقب القانون على الجرم اللي ارتكبه بحقها. هذا واحد، هذا بشق الجزائي أول مرة تتخذ إجراءات قانونية لأنه تحتال عليها. بعدين ترجع لحقوقها الزوجية، أول مرة عندها عقد الزواج، شنو المهر اللي مثبت بعقد الزواج؟ تنفذ عليها، تنفذ. بالنسبة لأثاثها الزوجية اللي كان جايبها إلها أول ما تزوجت، تدرجهن بقائمة مفصلة وتقيم بيها دعوة أثاث زوجية أمام محكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة تنتخب خبير قضائي يقدر أقيام هاي الأثاث الزوجية شقد تعادل قيمتها. وبعد ما تستحصل قرار من المحكمة تأخذه إلى دائرة التنفيذ، دائرة المنفذ العدل، وتنفذ القرار. وبما أن الحاجات هو مصرف بهن بايعهن، فالمحكمة قدرت لها مبالغ، فراح تستوفي مكانهن مبالغ نقدية للحاجة اللي ما موجودة أو مصرف بها أو بايعها. فأنت فاجئت وهمتي بنفس الوقت من المحامي قال أنه الأثاث والبيت إلها، فهو قايل له هذا لا، هذا مؤجر، ومدام هو مؤجر مو من حقها الأثاث والبيت. فأنا انصدمت، قلت ليش هيك سووا بي؟ أدق عليه ما يجاوبني. طلعت من البيت، أهلي هم أجروا البيت، وقعدت يعني رجعت لعيالي، قلت لعمتي، قلت لها أنا وين الغرفة، وين الأشياء مالتنا كانت غراضنا؟ قالت تي من طلعتي هو أجا أخذاهم باعهم، والغرفة هاي إحنا بعد استخدمناها، غرفتكم وغرفة الجهال قعدنا بيها ماكو غراض. عمتي انقهرت على الوضع، قالت ليش هيك سوى بيكم؟ وهاي كل يعني أنا سويت بيها، وهي يعني ما كان شايل قلبها يعني، وحضنة الجهال وهاي شافتهم، لأن كانت فترة ما شافتهم. عمتي وقفت وياي بهذا الشيء، خابرته قلت له تعال أنا متخربطة تعال، حتى هو يعني شلون على مديجي. فإجى شافنا وشاف الجهال، قال لها ها أنت مسوية وياها خطة؟ قلت له ليش هيك سويت بيهم؟ قال لها أنا ما يعني أنا تعبت منهم، وأنا متأكد شنت راح يصير مصيرنا طلاق، وأنا ما عندي إمكانية، هي فرضت إرادة مني أطلع ببيت، فش أسوي؟ أجرت، وبعدين من صار وأنا أصلا فاتح بيت ثاني، فوين أقدر يعني أنطيهم؟ قلت له أنت يعني خدعتني، أنت نصبت علي، يعني أنا هسه وين أطوت شي؟ زين قلت له خل نرجع. قال لي شنو نرجع احنا بعد؟ يعني ما عندي تجاهك اي مشاعر، انا احب زوجتي الثانيه وهي صارت اولى وثانيه وانتي ماكو. انا انهارت، قلت له انا متعلقه بيك واحبك وباس الجهال، وخلى يعني لهم مصرف، وطلع من البيت. ظل بعد ما له علاقه بيهم. هو عادة الزوجة الأثاث اللي تستحقه هو الأثاث اللي يجيها من مهرها،
هي من مهارها المعجل أو من خلال الهبة والهدايا اللي تجيبونها إلها زوجها أو أهلها أو أي أصدقائها أو أي واحد إلها أثناء فترة الزواج. مو كل الأثاث الزوجية تستحق الزوجة، بس خلينا نكون واضحين يعني حتى يفهم المشاهد، مو كل الأثاث اللي يحتويها بيت الزوجية هي تستحقها الزوجة. لا لا، تستحقها ذكرت لك اللي من مهارها، الأثاث اللي من مهارها المعجل، والأثاث اللي تجيها هبة أثناء الزواج أو بعد الزواج اللي ما تستحق الزوجة، يعني عنده غسالة مشتريها بالبيت قبل ما يتزوجها أو بعد ما زوجها بس مو إلها، يعني للبيت اشتراها ما تستحقها يعني مثلا، أو أي حاجة أخرى مشتريها الزوج للبيت حتى هو يستخدمها الاستخدام الشخصي، أو حاجة عامة بالمنزل مثلا مدفئة للخطار، مو للزوجة ما تستحقها. لا مو كل الأثاث الزوجية تستحق الزوجة، فقط الأثاث اللي يجي من خلال مهارها المعجل أو من خلال الهدايا اللي تجيها من أهلها أو أصدقائها أثناء فترة الزواج أو بعد. أنا بقيت ببيتي، يعني بقيت ببيتي بس بنفس الوضع، يعني أنه نفسيتي تعبانة وأسمع أصوات، والأصوات زادت 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 لحد يعني ظليت أضربهم، وعلى ساعة أباوع للأشياء الحادة، يعني أباوع للسكينة، أباوع شاكوك، أي شيء بدي ألزمه وأضرب جهالي. فخفت، فقلت لأمي، فرحنا الطبيب قال عندك أنت شيزوفرينيا، هذا المرض عندك من أنت عمر 15 سنة، هو يصير بعمره 15 سنة إلى 35، أنا لسه كبيرة يعني. فهذا المرض يراد لعلاج، يراد لمراقبة، وأنت ما يصير تبقين واحد شوية جهال. فرجعت يم أمي وخذت العلاج. طبعا هو طليقي ما يدري بهذا الموضوع، بس أنا كلش متعلقة بي وأبتش عليه، يعني أنا أريد يرجع لي. فحيرة أنه أواجهه بالموضوع، أنه يعني أنه أنا مريضة وكل هاي الفترة ترى مرض. وفهمت أمه بالوضع، وأمه يعني قهرت علي وهي تريد وتريد الجهال على الرغم اللي أنا سويته بيها. فهو هم قال للدكتور هذا المرض يسوي هلاوس، يعني مرات تسمعين أشياء ترى مو هذه مو صحيحة، أنت استغفر رب العالمين، إحنا توجه رب العالمين، وهذا يعني مرض شغلي نفسك بأي شيء يعني. وبالإضافة للعلاج، والعلاج قوي ترى يعني، فيراد لي يعني يراد لي حل لهذا الوضع حتى أرجع، وما أعرف إذا أرجع أو لا، أو يبقى هذا المرض وياي. فهو هيك حالتي ما تقبلني، فما أدري يعني إذا صار حب مرضي راح يتقبلني، بلكي الله يهدي ويرجع لي، لأنه أني متعلقة بي وأني أحبه، وما أعرف حبه إلى هو تعلق أو هو من ضمن المرض. هذا وضعي وأني أريد أرجع لزوجي. أو يعني اللي صار موضوع القانوني، يعني الأثاث ماكو، هاي هو سيطي نفقة يعني إلي وللجهال. ظليت بأي وسيلة أنه يعني أكو شيء مشاهدة يصير وتجي مرة بالشهر، وهاي أنا حتى أضرب مشاهدة يعني مشكلة عندي، أخذ الجهال وأروح البيت أهله وخابره أقول له تعال شوفهم، هو مرات يجي ومرات ما يجي. فسويت طلب، قلت لهم أريد أنا أدخل ابني روضة، بس أريده هو يحضر يعني. قالوا هو هذا التفاهم بيناتكم يعني مو قصة طلب، فجاي أسوي أشياء يعني أي شيء بحيث إنه هو يحضر وياي، إنه يكون وياي. دخل ابني للروضة هذا الصغير، بس أريده يكون موجود هو. هو يعني متجاهلني، يعني منتهي بحياته وزوجته، وأنا أحاول بكل طريقة حتى أرجع لي، وما عندي مشكلة زوجته وبت تبقى يعني مو مشكلة. أنا بوقت كنت متزوجة وخليه متزوج، بس أريده يرجع لي. فأنا شلون أواجهه بمرضي، وأريد تساعدوني، لأن طبيب يعني الطبيب النفسي قال لي بالعلاج، بس ما شارحت لقصتي كلها يعني، هم أستحي أقول. بس أنا من خلالكم نعرفت الموضوع يعني، ما يبين شيء ولا صوت ولا صورة، وشفت حلقات.
وشفت صور وتواصلت وياك، فأريد طريقة حتى أنه تساعدوني شون أرجع زوجي. وشكرا لكم. هي تستحق نفقة ما تستحق بيت؟ هي في حالة أنه هي طلقت، وإذا كانت الساكن المدعى عليه في منزل خارج بيت أهله تستحق حق السكنة يسمونه بالقانون، فتستحق ما يعادل إيجار دار لمدة 3 سنوات بالقانون. يعني أما إذا ما عنده بيت هو يعطيها فلوس لمدة 3 سنوات ما يعادل يعني إيجار بيت، أو البيت نفسه اللي كانت الساكنة به هي إلها تسكن به لمدة 3 سنوات، وبعد ال3 سنوات لا هي تحير بروحها. النفقة للأطفال، النفقة الزوجة تنقطع نفقتها بالطلاق، تستحق نفقة إذا كانت على ذمته حتى لو زعلانة يم بيت أهلها، بس تستحق النفقة أثناء وجودها وياه وحتى لو زعلانة قلنا، وتنقطع نفقتها في حالة الطلاق. الأطفال نفقتهم مستمرة ما تنقطع حتى بعد بلوغهم، وإذا كانوا طلاب هم أيضا حتى لو عبروا سن 18، بس ما أنهم هم طلاب بالكليات أو في المعاهد أو بأي مكان تعليمي آخر هم يبقون يستحقون النفقة، تبقى النفقة مالتهم إلى أن يتخرجون من الكليات. والله إحنا ننصح دائما أنه يجب أن يكون تعاون بين الزوج والزوجة وبين الأهل وبين كل المرضى، أنه المرض يكون معلن، يعني معلن حتى لو بطريقة شوية أخف من الواقع الحقيقي، لكنه كل ما كان الزوج، كل ما كان الأهل، كل ما كان أهل الزوج يعرفون بطبيعة المرض وكانوا متعاونين ويسندون المريض، كل ما المريض يطيب أسرع. عملية إخفاء المرض هذه واحدة من النقاط السلبية اللي تأذي المريض حقيقة، وتكثر اللوم عليه وتكثر الضغط عليه، إضافة إلى الشعور بالعار والشعور بالوصمة والشعور بالخوف من المجتمع. فإذا عملية المصارحة عملية مهمة جدا، يعني يجب الزوج أن يعرف أن زوجته مصابة بفلان شيء، والزوجة كذلك تعرف أن زوجها مصاب بفلان شيء. قد نقول العكس هو صحيح، قد يكون الزوجة مصاب بالفصام والزوجة هم يضمون عليها. فعدم اطلاع الطرف الثاني على طبيعة المرض وعلى العلاجات اللي دا يأخذها هذه واحدة من النقاط السلبية، وهذه أزم الموضوع. هنا من واجب الأب ومن واجب الأم عندما يشوفون ابنهم بدأت سلوكياته تتغير، بدأت وضعيته تختلف عن وضعية أقرانه، وبدأ يشوف مثلا هلوسات، تفكيرات، أشياء غير صحيحة، بدأ أنه لا يجد متعة في كل شيء، بدأ أنه كلامه يقل نهائيا، معناته أنه هذا مصاب بمرض نفسي. يعني هنا واجب على الأب واجب على الأم أنه يتابعون أولادهم في مرحلة النشأة كاملة. الابن هو مو فقط إنسان آلي أن يقدم له الغذاء وأحضر له الملابس وانتهى الموضوع، لا، لابد أنه أن يتابعه في كل تفصيل، أن مطلوب من عندي أنه أتابع نشأته نشأة كاملة. فلما سلوك ابني بدأ يتغير نحو الأسوأ وبدأ يختلف عن أقرانه وبدأ يشعر مثل الهلوسات وغير الهلوسات، معناته هذا مصاب بمرض انفصام الشخصية اللي هو مرض يصيب عصب الدماغ. هنا لابد من الإسراع فورا بمراجعة الطبيب النفسي على مود يشخص الحالة مبكرا ويبدأ بعملية إعطاء العلاج. وبعد ما يعطي العلاج لابد أنه أنا أتابع مراحل تطور ابني، لأن كل مرحلة علاجية لها دواءها الخاص ولها المعاملة الخاصة، وبالتالي أنا أبدأ أتابع ابني مبكرا حتى أنتشل من هذا المرض اللي حلبي ووقع فيه. هنا رح نجي على نقطة أساسية مهمة جدا، وأنه الزواج مطلوب من كل شخص يقدم على عملية الزواج أنه الزوج والزوجة يمتلكون الخبرة العلمية المهنية المهارية الكافية في كيفية التعامل مع شريك الحياة وفي كيفية تنشئة الأولاد النشأة الصحيحة وإعدادهم الإعداد الصحيح وتربيتهم التربية الصحيحة. لما الزوج والزوجة ما يمتلكون هذا القدر الوافي من مهارات التعامل مع الشريك ومن مهارات إعداد الأولاد وتربيتهم ونشأتهم وملاحظة سلوكياتهم وشون أتعامل معهم، لما ما يمتلكون هذه المعرفة بالتالي هذا
هذا الابن راح يكون قلبه وعقله يملأ بمعلومات اللي تلقاها من الصديقات، الأصدقاء، من الإعلام وغيره وغيره وغيره. وبالتالي مثلا هذه البنت، احنا ما نقول كل طلب هو صح أو خطأ، هذه البنت إذا نشأت في بيئة، البيئة بيئة جاهلة، ما تم إعدادها الإعداد الصحيح وتنشئتها النشأة الصحيحة، وما عندها أي خلفية كاملة عن الزواج ومسؤوليات الزواج، عبرها الزواج هو مسألة يعني مسألة نزوة عابرة، إنه فلانة تزوجت وسوت كذا وسوت كذا، وأنا أيضا أتزوج مثل ما تزوجت وسوت كذا، يعني هناك صور عالقة في ذهنها تحب تحققها على أرض الواقع، وبالتالي هي راح تقدم على الزواج في سن مبكر، ترتبط بشخص، وبالنهاية بعد ما يتقدم بها العمر وبعد ما تفطن على حياتها وتكون واعية الحياة راح تقول أنا سويت في نفسي، أنا اختاريت الشخص المصحيح واختاريت الشخص الخطأ، أنا تزوجت لأجل قضايا معينة وهي القضايا تحققت، طلعت هاي القضايا اللي أنا كانت في تصورات هي الأساسية والمهمة والكبيرة في الحياة، طلعت هاي القضايا أشياء هامشية وهناك أشياء أعظم وأكبر المفروض أن أحققها، وبالتالي أنا الآن عاجزة عن تحقيقها لأنني ارتبطت بالزوج الخطأ أو لأنه أنا ما تم إعدادي الإعداد الصحيح، وبالتالي راح تصير الخلافات بينها وبين زوجها وراح ندخل في إيراد ومصرف ومحاكم، وتعرفين الآن نسبة الطلاق العالية والمرتفعة والكبيرة جدا هو سبب كل الارتباط بالشخص الغير مناسب والغير ملائم نهائيا. إذن هذه البنت اللي عمرها 16 سنة ماذا تعرف عن الزواج؟ احنا قبل نقول طلبها مشروع صحيح او خطأ، نقول هل هذه البنت تعرف انه شلون تتعامل مع شريك الحياة؟ هل هذه البنت تم تأهيلها كيفية تتعامل مع الاولاد؟ هل هي ناضجة اصلا في سلوكها، في تصرفاتها، في قراراتها؟ هل هي حكيمة في اتخاذ القرارات؟ طيب وما هو هدفها في الحياة؟ ما الذي تريد من الزواج؟ تساؤلات كثيرة تطرح حتى بعد نحكم إنه هذه البنت هي فعلا يعني مؤهلة للزواج أو أنها غير مؤهلة لها نهائيا للزواج، وبالتالي حينتج عن ذلك تبعات سلبية وخطيرة. احنا قلنا بالحال طبيعية أنه الزوجة تصبر على أذى عمتها لها وعلى أذى حماتها لها، تتقبل كل شيء حتى تثبت وجودها، والأيام راح تعطي نتائج مذهلة جدا، وما توصل الكلام اللي زوجها أنه أمك سوت كذا وأختك سوت كذا، وبعدين تزرع نوع من أنواع الضغينة والحقد بقلب زوجها، وأنه بزوجها يبدي يعاتب أمه ويعاتب أخته، وتزداد المشاكل أكبر وأكبر وأكبر. أبد ما توصل للزوجة، إذا كانت تحب زوجها حقيقة ما توصل لك وش تقول لأمك تعاملني أفضل معاملة، أخواتك يعاملوني أفضل معاملة، على مود هو راح يكافئ أمه على حسن المعاملة ويكافئ الأخت على حسن المعاملة، بالتالي الأخت تشوف أخوها موجود ما راح مضع من إيديهم، والأم تشوف إن ابنها موجود مضع بل تحول إلى أحسن وأفضل وأفضل، وهاي اللي قاعد يعاملوها بقسوة صابرة ومحتسبة وقاعد تعاملهم بالحسنى، وتكون علاقة قوية جدا مع يعني أخت الزوج، كل ما تشتري لها تعطيها هدايا وتتحملها، الأماية من تشوف إنه هاي الزوجة تهتم ببنتها، والبنت دائما راح تكون مدافعة هذاك الوقت لهذه الزوجة، الأماية من تعكس راح توقف مع البنت ضد أمها تقولها لا يوم أكوني حقانية، الأم من تشوف إنه بنتها الزوجة تتعامل معها بلطف راح تتغير النظرة، وراح نشوف إنه هناك مودة ومحبة، هاي الحالة الطبيعية بالضبط لابد. لذلك احنا قلنا هو مهارات، اللي يقدم على الزواج مهارات ومو زواج وقبل، يعني للأسف البنت تفكر انه اشتري هذا الذهب واشتري هاي البدلة واسوي الحفلة بفلان قاعة، كل ما يملكون عن الزواج هي هذه المشاهد فقط، انه لابد ان تتم على افضل اتقان. طيب ما بعد الزواج شلون راح تتعاملين مع الزوج، شلون راح تتعاملين مع اهل الزوج؟ مهارات لابد انه انا اعرفها وادرب عليه، وشلون راح اتعامل بعدين مع اولادي؟ هاي الحالة الطبيعية. راح نجي الان على الحالة المرضية، هذه بالأصل هي مريضة، بالأصل عندها هلوسات، بالأصل يعني إذا كان هو يعني إذا كان عندها انفصام شخصية، وربما قد تكون عندها كآبة أو بالكآبة دائما يشعر أنه ماكو نجاح بالحياة، ماكو شيء يسوى، دائما أكو يأس وأكو إحباط، وبالتالي هذا المريض النفسي هو مريض، هو يحتاج إلى من يعتني به ويسمع الكلام الحلو ويدلله ويعطيه الدواء ويتابع حالته. الآن هذا ما في متابعة، ما في دواء، وفوقها صار أكو ضغط وأكو عداء وأكو حرب، طبعا راح يكون انفجار مدوي جدا وكارثة كبرى من المشاكل العظيمة اللي راح تصير، وردود أفعال غير محسوبة وغير مدروسة
هي بالأصل غير مقصودة، لأنه عادة الإنسان بيجي حالة ولا واعي لتصرفاته ولا مدرك القاعد الأشياء اللي قاعد يقوم بها، وبالتالي تصير عندنا مشاكل عظيمة تنعكس على الزوج. الزوج تزوج على مود ارتاح، ولكن صار الزواج عبارة عن جحيم كبير دخل فيه وفي مأزق كبير جدا، ربما بعد أصلا ما يحب يدخل البيت وهو يعيش في مثل هيك حالة أزمة. ليش قالها تعاين يتحول البيت وهذا البيت ملك؟ سؤالي لماذا قال هذا ملك؟ ليش ما قال هذا إيجار؟ ربما طبعا أكو معلومات مبتورة، ربما هذه البنت ما تقبل تقعد في بيت إلا إذا كان أكو ملك، وربما وحاول يخلصها من حالة الصراع الموجودة في بيت أهله وحاول ينتشلها من هذا المكان، ولكن ما عنده إمكانية يشتري بيت، وهي ربما ما تقبل إلا بيت ملك، فاضطر إنه يقولها هذا بيت ملك على مود ينتشلها من هذا الصراع وإنه يبدي معها صفحة جديدة. لأن إحنا أكو وجه آخر دائما الكلام له أكثر من وجه، هو إحنا لو نقول عليه هذا مخادع أو كاذب كان من البداية يتخلى عنها، ولا كان يشري بهالمشاكل، أمي ضدها وأهلي كلهم ما يريدوها وأنا عايش معها في جحيم، على شنو دا أجر بيت وأدفع إيجار بيت وطالع من بيت أهلي مو وعايش بيت أهلي؟ ليش ما خلص أنهي هذا الموضوع وتروح؟ وإذا طلع متزوج أنا ما أعرف شو كنت متزوج بعد ما أجر لها، لو قبل لا أجر لها قبل لا أجر لها. طبعا هنا الزواج، طبعا هو ليش لجأ للزواج؟ أيضا هذا الشخص يعني عنده نوع من احترام قدسية الزواج. شلون؟ لأنه أولا ما صدمها وما قال لها ترى أنا راح أتزوج، لأنتي وضعيتك أنتي ما قاعد توفري لي الأشياء اللي أنا أريدها، وبالتالي أنا راح أتزوج وأنهي الموضوع هذا. ما حب يجرحنا مشاعرها، معناته هذا معتز به اعتزاز كبير جدا. الزوج عندما يخفي زواجه ترى مو على مود أنه خيانة نسميها، ليش ما نقول أنه هذا يخشى على زوجته ويحب زوجته حب كبير، وبالتالي ما يحب يجرح مشاعرها وما يحب انه يؤذيها، ويخلي الزمن يخلي بعدين الواقع يثبت انه هو متزوج منذ سنوات طويله ومع زواجه ما قصر بحق الاولى، على مود لا تدخل الافكار السلبيه. على اي حال احنا الشخص هذا شخص يعني احنا ضروري جدا نعرف انه هذا الشخص له تعلق بهذه البنت، يحب هاي البنت حتى يتقبل رجوعها، لو كان يتعامل معها تعامل انساني مجرد انسانيه حتى لا يلام مستقبلا فقام بهذه المراحل، أم كان هو لأجل أولاده؟ يعني هاي قضايا احنا لازم نحددها، وما نقدر نحددها إلا بعد ما نعرف الشخص، بس احنا نعطي كل الاحتمالات. أولا إذا كان يحبها فعلا، فجدا إذا صارحها بأنه أنا كنت مريضة وكل اللي كان صادر من عندي بسبب مرض ما حد ما شخصني، الخلل كان عندي موجود أنا من زمان أصلا من بيت أهلي، أنه ما شخصوني وما عالجوني، والمرض مو عيب، كلنا نتعرض للأمراض، والمرض النفسي مو عيب، وحالة حال مرض الضغط وحالة حال مرض السكر وحالة حال مرض أي وجع في الرأس، مرض هو مرض. احنا الآن لما نتعرض إلى أي مرض عضوي إذا ما ناخذ الدواء وما ناخذ المسكنات حياتنا كلها تتخربط، صح؟ ما نقدر نأدي أي مهام ولا أي عمل ولا أي وظيفة بسبب هذا المرض اللي حل بنا، وما نقدر نقوم بوظائفنا إلا بأخذ الدواء، والتالي حالة النفسية أيضا هو حالة. بس احنا للأسف ثقافتنا المجتمعية ما قاعد نتقبل واحد مريض نفسيا، ما قاعد نتقبل نراجع أطباء النفسيين على اعتبار الدولة بس المجانين يراجعوا، ما هي ثقافة وفكرة راسخة في مجتمعنا، متجذرة في مجتمعنا، وهي فكرة خاطئة خاطئة خاطئة. أنا أبشر الجميع، الكل يتعرض إلى أزمة نفسية، والكل يمر بمرض نفسي، والكل يمر بمرض كآبة. احنا كلتنا عندنا قلب وعندنا عقل، ونمر بأزمات في العمل في الوظيفة في الحياة مع الأصدقاء، وبالتالي نتعرض إلى مرض الكآبة والأزمة النفسية. إذا لحقت أعالج نفسي رح أطلع من هذا المرض، إذا ما أعالج نفسي رح أبدي أتخذ قرارات خطيرة في حياتي وتجلي الويلات نتيجة المرض النفسي لأني أتكابر أن أقول أنا مريض نفسيا. على أي حال هذا الشخص إذا كان يحب زوجته، هي راح تعرف أنه كان يحبها أو ما يحبها، متعلق بها أو ما متعلق، هي اللي تقرر هذا الشيء، هي أكيد تعرف هذا الأمر، تصارحه. أما إذا كان هو قام بهذا العمل من باب الإنسانية، أجر لها بيت وصبر عليها فترة من الزمن إنسانية وحتى لا يلام، لا هنا لا تصارحه بهذا الأمر، لأن هو كل شيء انتهى بينها وبينها. بس هذا الشخص إذا كان المدخل الوحيد، المدخل الوحيد ويعدها أولاد، تمام؟ نعم. عدها أولاد، نعم. ثلاث أولاد. المدخل الوحيد هو أنه نجيب فكر الأب ونشغل فكر الأب أنه أولادك وين يروحون؟ هو الحيلة الوحيدة أنه أولادك بأمس الحاجة إليك ويحتاجون أب، والأولاد أيضا يدربوهم أنه بابا نريدك، ريدك أنت وماما تكون معانا ونعيش سوا ونعيش كذا، يعني يشغلون الجانب العاطفي المشاعري عنده. وبعدين أنه ترى الأم لح تتغير، شلون تتغير؟ نزل عليها وحي تغيرت؟ لا لابد أنه طبعا تغيرت، ولا بأس أن تقول أنا كنت مريضة
والمرض مو عيب وأنا بدأت أتعالج، وبالتالي أنا راح أكون إنسانة مختلفة عن الإنسانة السابقة. إنسانة سابقة كان عندها مرض والآن أنا تعالجت من هذا المرض. يعني الأفضل تقول نعم ممكن يتعالج، وممكن هي تقول لا أنا تعالجت خلص، يعني لا تقول لا أنا مدمنة وراح أخذ أدوية، أنا كان عندي مرض وراجع الطبيب نفسي وبديت أخذ العلاجات والآن أنا متعافية، وبالتالي أنت حتشوف إنسانة مختلفة تعود لأجل أولادك ونربي أولادنا التربية الصحيحة بعي أحسن ما يعيشون أنت بصفحة وأنا بصفحة، ويتعرضون إلى أزمات نفسية. هو طبعا رح يواجه مشكلة أنه مع الزوجة الثانية، لأن الزوجة الثانية ربما هي ترفض رجوع الأولى، ترفض رجوع هذا طبعا كل يعني سببه أنه أهل البنية ما لحقوا يتداخلون بحكمة أنه بنتنا ليش عندها مشاكل مع الزوج، دائما يطبقون مع البنت ضد الزوج وما يوصلون إلى أس المشكلة وسبب المشكلة على مود يتلاحقون في علاجه. فهذا الشخص إذا وجد سعادته مع الثانية، والآن إذا كان هو في قمة السعادة، الحياة الماضية اللي عاشها عبارة عن جحيم بعد ما يفكر يرجع له، وإذا صار عنده أولاد من الثانية وأولاده متعلقين أصلا ربما حتى أولاده من الأولى نساهم، خلاص إذا هذا هنا نحن نرجع أنه لابد أن تمتلك مهارة أخرى، مهارة مواجهة ضغوط الحياة. الآن هي كعاطفة الحب مسيطر عليها سيطرة كبيرة جدا والتعلق، والآن عندها ساعة الحياة قد توقفت، إذا هذا ما يرجع لها الحياة راح تشعر بألم، ألم ألم جدا كبير لا يمكن تحمله. لذلك إحنا بعض الناس بنشوفهم دي ينتحرون أنه هذا عافة حبيبة أو حبيبة دي ينتحرون، ونقول شلون أقدموا على الانتحار. الانتحار عندهم ألم الانتحار وصورة الانتحار عندهم أسهل بكثير من الألم اللي هم قاعد يجدوه ويشعرون به. لذلك هذا اللي يحرق نفسه، أنا كان بارحة عندي لقاء بقناة التغيير عن واحد حرق نفسه ويقول شلون يحرق نفسه، قلت لهم الحرق هذا أسهل عنده بكثير جدا من الحرق اللي قاعد يشعر به بداخله. فحرق الداء الخارج وحرق البدن عنده أمر جدا بسيط وأمر جدا سهل، فهي راح تمر طبعا بأزمة أخرى، أزمة كبيرة أيضا، ربما راح تدخل الآن في حالة كآبة، هاي كآبة راح تدخل بها، إذا هي كان مشخصة انفصام شخصية وراح تجيها مرحلة الكآبة، فراح تمر بهنا لابد أن الأهل يركزون على مراجعة الطبيب، الطبيب تكون عنده معلومات أولية كافية عن حالتها، يبدي بعملية ضخ العلاج، ونقولها خلاص أنت ابدي حياتك من جديد، هذه مرحلة تعلمنا منها درس، تعلمنا منها تجربة، وربما يعود لش في يوم من الأيام، يعني انت اثبتي تغيرك، لان هو حيراقب من بعيد، اثبتي ان انت يعني ما نقطع الامل ونقول بعد ما يرجع نهائيا، لا ربما يعود ولكن بالتدريج يعود، فانت اثبتي التغير مالتك، اثبتي انت انسانه تمتلكين صفات ومواهب معينة، خاصة إذا هي تعرفة زين أكيد هو يحب أشياء تكون موجودة عند البنت، فتبدي يعني تتحلى بهاي الصفات، وحيراقب من بعيد وحيراقب شلون قاعد تربي أولاد التربية المثالية النموذجية الصحيحة، وشون هي مرتبة وشون هي منظمة من جميع الجهات، ويشوفها إنسانة مختلفة وتحسن سلوكها، أنا متأكد رح يرجع لها. فإذا هي لابد أن تثبت هذا الأمر، وإذا ما رجع هي حتكون تشافت وتعافت من مرحلة التعلق بدا يقل، وتبدي يعني طريقها مع زوج آخر.